إخفاقات متتالية للرياضات الأردنية بالأسياد وعودة قوية للتعامل بفرنسا والجماهير الأردنية في الإمارات والكويت بترفع الرأس. حلقة جديدة من جرينتا، خليكم معنا. للأسف وعلى عكس ما كنا متوقعينه، خسائر بالجملة ووداعات مؤسفة للرياضيين الأردنيين في دورة الألعاب الأسيوية المقامة بالصين حاليا، والمحصلة حتى تسوي الحلقة فقط 3 ميداليات ملونة من أصل 79 لاعب ولاعبة من 15 رياضة. خروج وراء خروج والإخفاقات مستمرة، على الرغم من أنه اللجنة الأولمبية حرصت أنها تأخذ لاعبين من أفضل الرياضات، يعني المشاركة كانت للرياضات اللي ضامنين نرجع فيها بميداليات، بس للأسف خروج غريب للاعبين بالملاكمة وغيرها من الرياضات. صراحة لولا هذا المدرب بالتايكوندو فارس العساف كان بعمرنا ما شفنا ميدالية ذهبية للأردن بالأولمبياد، وأول ميدالية بتاريخ الأردن كانت بال 2016 مع أحمد أبو غوش، و 2021 حصل على الميدالية الفضية مع صالح الشرباتي. وبالأسياد حاليا لعيبته اللي جابوا كل الميداليات، ميداليتين فضيتين عبر زيد مصطفى وصالح الشرباتي، وميدالية برونزية حصدها زيد الحلواني. فماذا لو لم يظهر العساف على الساحة التدريبية في الأردن؟ كيف راح يكون حالنا؟ بننتظر المنتخب السلة فعل شيء والوصول للمباراة النهائية على الأقل بعد وصوله للدور ربع النهائي بثلاث انتصارات من دور المجموعات، ومن الكاراتيه وغيرها من الرياضات للعودة للأردن بصورة أفضل وبعدد ميداليات أكبر تخفف من قساوة الوداعات المتتالية للاعبتنا. بعد عودته من الإصابة ساهم لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري بفوز فريقه مونبلييه على لوريان بثلاث أهداف نظيفة في الدوري الفرنسي، بصناعته الهدف الأول وحصوله على ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني في ليلة جعلت فريقه بالمركز التاسع ومعه 9 نقاط. طبعا التعمري حصل على جائزة أفضل لاعب في نادي مونبلييه عن شهر 8 بعد ما سجل 3 أهداف ومنهم 2 في شباك الفريق الفرنسي الكبير اللي أنا بشجعه أولمبيك ليون اللي للأسف حاليا بالمركز الأخير، وهدف آخر في مرمى ستاد ريمس. المشكلة الآن من وجهة نظري هي باستمرارية مونبلييه بالنتائج الإيجابية من جهة ومواصلة تألق التعمري من جهة أخرى. هذا الفريق بتحسهم ما بيحبوا الفوز ولا مباليين، بقصد مونبلييه. يعني على سبيل المثال هالموسم لعب الفريق 7 مباريات بالدوري، فاز في مباراتين بس، والموسم الماضي بكل الدوري ما فاز ب3 مباريات ورا بعض غير مرة واحدة، وكانوا منهم على فريقين هبطوا للدرجة الثانية. يعني الخوف من تخاذل وتكاسل المجموعة بشكل عام مش على تراجع أداء التعمري. كل الجمهور الأردني بيستنى مواجهة باريس سان جيرمان اللي راح تكون بتاريخ 5/11 عشان نشوف التعمري ضد مبابي ومين راح يغلب مين، وكلنا نتمنى أن البي اس جي يستمر بنتائج المتباينة لمواجهة التعمري، لأنه الفريق آخر فترة حبة فوق وحبة تحت. وكالعادة يا سادة جمهورنا الأردنية وتحديدا وبالأخص جمهور الوحدات والفيصلي بيصنعوا الحدث وين ما كانوا. استقبالات مميزة لعبتهم كأنه أبطال وراجعين محققين كأس العالم، وهذا الشيء بنكون فخورين فيه دائما، لأنه جمهورنا بيعشق الكيان وبوقف معه شو ما كان مستواه ونتائجه ووين ما كان بيلعب. جماهير الفيصل استقبلت لعبتها بالإمارات بأهازيج مميزة وحضور عدد كبير من الجالية الأردنيين، ونفس الشيء جمهور الوحدات استقبل لعيبة الكويت بهتافات وعناق الأحبة. رغم العتب المتكرر بس بيكون العتب دائما عقد المحبة. الفيصل عنده مباراة مع شارقة الإمارات اليوم بدوري أبطال آسيا، والوحدات بكرة عنده مواجهة مهمة مع الكويت الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي، ونتأمل الفريقين العودة للأردن بال3 نقاط ويفرحوا جماهيرهم لأنهم بيستاهلوا. وهالمرة ما في سؤال، هالمرة بنتمنى منكم تتوقعوا نتيجة الفيصلي والشارقة بدوري أبطال آسيا، والوحدات والكويت ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي. وقبل الختام لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لايك على الفيسبوك، فولو على الانستغرام، سبسكرايب على اليوتيوب، واستنونا في الحلقة الجاي معي أنا مهرج ويلس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.